إنجازة ضخمة ومشاريع نوعية حققتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال العام 2020 في مسيرة نجاح تمثلت بعديد المشاريع والجوائز والإشادات المحلية والخليجية والدولية. فقد فازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بجائزة أفضل خدمات إلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعد الجائزة واحدة من ثلاث فئات تضمها جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين التي ينظمها فريق عمل خدمات المشتركين بلجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين بدول المجلس. المؤسسة وضعت في أولوياتها تقديم خدمات نوعية للجمهور من خلال موقعها الإلكتروني الذي يعرض وبأسلوب سهل كل ما يمكن أن يحتاجه المواطن والمقيم من سداد الفواتير والانتقال إلى السكن وطلب إعفاء وقراءة العداد وغير ذلك من الخدمات المميزة. وفي إنجاز غير مسبوق، حققت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء رقماً قياسياً عالمياً جديداً لدولة قطر بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر خزان لمياه الشرب في العالم لمشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى. تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع باعتباره العمود الفقري للأمن المائي بدولة قطر، حيث يلبي تطلعات الدولة في رفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر، حيث يعد المشروع طفرة في مجال تخزين المياه كأكبر توسعة تشهدها الدولة على الإطلاق بسعة إجمالية حوالي 1500 مليون جالون، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى العام 2026. ويأتي تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحقيق الأمن المائي للدولة. العام 2020 كان عنواناً لتدشين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء واحدة من أكبر محطات الكهرباء، وهي محطة السويدي سوبر الكبرى، والتي تعتبر أول محطة رئيسية بجهد 132 على 400 كيلو فولت، يتم تنفيذها في قلب مدينة الدوحة كجزء لتوسعة شبكة النقل الكهربائي بدولة قطر، حيث تبلغ السعة الإجمالية للمحطة 1000 ميجا فولت أمبير، وستقوم بدورها بتغذية ثلاث مناطق سكنية حيوية هي السد، بن محمود وفريج السودان، بالإضافة إلى محطات مشاريع الريل. واستكمالاً لدور المؤسسة الحيوي في تجهيز الملاعب بأحدث النظم والتقنيات ومحطات التبريد وإنجاز الأعمال التحضيرية لمونديال 2022، تمكنت كهرماء من تبريد استادات مونديال قطر، حيث يعتبر نظام تبريد المناطق المستخدم في تبريد الاستادات تقنية مبتكرة وصديقة للبيئة ومن أكثر الأنظمة فاعلية وتوفيراً للطاقة، ويجعله ذلك الحل الأكثر استدامة، حيث يوفر حوالي 40% من الكهرباء و 98% من مياه الشرب عند مقارنته بحلول التبريد التقليدية. وفيما يخص محطات المترو، فقد أنجزت كهرماء خلال العام الماضي محطة كهرباء مترو البدع، آخر محطة من خمس محطات تنفذها لشركة الريل، وذلك في موعدها المحدد لتزويد مشروع مترو الدوحة بجميع احتياجاته من الكهرباء بتكلفة إجمالية وصلت إلى 900 مليون ريال قطري، كما قامت بتدشين جميع محطات الكهرباء الخاصة بمشاريع المناطق الاقتصادية، حيث نفذت 10 محطات لشركة المناطق الاقتصادية بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليار ريال قطري. أما شحن السيارات الكهربائية فكان لها اهتمام بارز خلال العام 2020،
حيث أعلنت كهرباء عن وصول محطات شحن السيارات الكهربائية لعشر محطات وفي مناطق مختلفة في الدولة، وذلك ضمن خطة المؤسسة لإنشاء ما يقرب من 500 محطة في جميع المناطق. وقامت كهرباء بتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية بمواصفات ومعايير تقنية عالمية، إذ تتولى إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد تنفيذ خطة لدعم تواجد السيارات الكهربائية والهجينة في الدولة بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% من سوق السيارات في 2022. لم تتوقف إنجازات كهرباء خلال العام الماضي، حيث افتتحت المؤسسة أول مشروع تجريبي رائد وفريد من نوعه في المنطقة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات في الشبكة الكهربائية بدولة قطر، حيث يسهم هذا المشروع الرائد الأول من نوعه في دولة قطر بتخزين الطاقة باستخدام البطاريات في تأمين طاقة إنتاجية في أوقات الذروة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة، حيث تم تركيب وحدات تخزين للطاقة بسعة 1 ميجاوات و4 ميجاوات في الساعة في محطة عيجة، وذلك بهدف تخزين الطاقة خارج أوقات الذروة واستخدامها عند أقصى حمل للمحطة، كما يمكن استخدامها كذلك لتحسين فولتية الشبكة. انتهى العام 2020 ولم تنتهي إنجازات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في خطط ومشاريع وخدمات غير مسبوقة جعلت من المؤسسة مصدر فخر وطني بشهادة العالم.